كوثر من العراق تسأل تقول ما حكم لبس الرجل قلادة من فضة داخلية يعني يضعها مثلا، تقول ما حكم ذلك؟ أختي كوثر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للرجل ليس كالأنثى كما قال جل وعلا وليس الذكر كالأنثى، فالأنثى ربنا جل وعلا قال في شأنها وبخصوصها أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، والمعنى أن المرأة تكتمل بهذه الزينة من الذهب والفضة وتحتاج إليها، ولذلك المرأة تنزع إلى يعني التحلي بالذهب والفضة والجواهر وغير ذلك. أما الرجل لا، فالرجل مدعو بأن يكون مخشوشنا، يكون يعني تنطبق عليه صفات الرجولة بعيد كل البعد عن ما يقود إلى التكسر والتخنث وإلى التشبه بالنساء، ولذلك حرم الحرير على الرجال. لماذا؟ لأن هذا ألصق بالنساء وليس بالرجال، لأن فيه ليونة ونعومة. حرم الذهب على الرجال وأبيح للنساء، لماذا؟ لأن المرأة تحتاج إلى التحلي بالذهب، وأبيح الفضة للرجل في خصوص الخاتم فقط، فالنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة، وصح عنه أنه قال أما الفضة فالعبوا بها، فيجوز أن يتخذ الرجل خاتما من فضة، لكن لا يجوز له أن يتخذ سوارا من فضة. لماذا؟ لأن هذا من خصائص النساء، من خصائص النساء، فلا يجوز له أن يتخذ سوارا من فضة أو من حديد أو من قماش أو من جلد أو من أي نوع من هذه الأنواع. لماذا؟ لأن هذا من خصائص النساء. كذلك لا يجوز له أن يتخذ قلادة سواء من فضة من جلد من قماش من خرز من أي شيء. لماذا؟ لأن هذا من خصائص النساء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. ولذلك للأسف بعض الرجال يفهم مسألة إباحة الفضة في مسألة الخاتم فيسحبها إلى بعض الأشياء فيضع سوار من فضة، هذا تشبه بالنساء ولا يجوز. بعضهم يضع قلادة من فضة أو من أي نوع آخر، هذا تشبه ولا يجوز. بعضهم يضع الحلق في الأذن والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، في أحد الأذنين أو في كلتيهما، هذا ما يجوز لأن هذا من خصائص النساء. ولذلك يجب على الرجال أن يلتزموا شرع الله وأن يهتدوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت القلادة أو السوار من ذهب فهذا ذنب على ذنب، نسأل الله العافية والسلامة. زيادة على كونه محرم على الرجال أيضا فيه تشبه بالنساء.